بلبنان السنة الماضية علي شبلي اللي هو مسؤول سرايا المقاومة التابعة لحزب الله أقدم على قتل الطفل أحمد غصن من عرب خلدة بعد سنة كاملة من مطالبات أهل أحمد للقوى الأمنية والدولة اللبنانية أن تلقي القبض على القاتل. لجأ أهل القتيل للحل الثأري وقتلوه لعلي شبلي. حزب الله حول عملية الثأر من عرف عشائري لطابع طائفي ودخل فيها الحسين من اللحظات الأولى لحتى يحشد جمهوره ويعمل تعبئة ضد عشائر خلدة. ووصل الموضوع أنه الإعلاميين التابعين لحزب الله يوصفوا عشائر خلدة بالنور وتعييرهم بأنه بعضهم ما بيحمل الهوية اللبنانية بحسب كلامه. هذا التحريض كله شفناه بيوم تشييع علي شبلي، أعلام لحزب الله وشعار واحد كان على لسان المشيعين: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. روايات متضاربة عن إقدام المشيعين بتمزيق صور للطفل أحمد غصن. الموكب اتعرض لإطلاق نار وافترضوا جمهور الحزب أنه مصدره شباب عشائر خلدة، إلا أنه للحظة ما في أي دليل حقيقي بيثبت أنه هن اللي أطلقوا النار عليهم. ترجيحات راحت لاحتمال أنه يكون الحزب نفسه هو وراء هاي العملية لإشعال فتنة بتأدي لإخراج هاي العشائر من المنطقة لحتى يبرر كمان انتشاره العسكري الكبير قبل التظاهرات المرتقبة بمناسبة مرور سنة على انفجار مينا بيروت اللي رح يجي بأربعة آب هذا الشهر. النائب وليد جنبلاط طلع على قناة الميادين وقال بأنه سبب المشكلة هو عدم الاحتكام للدولة قبل بسنة لما تم قتل طفل من العرب، وانتقد قناة الميادين ووصف كلامه بالفتنوي. حدثت الحادثة منذ سنة تقريبا في مركز شبلي، وقتل آنذاك مواطن من الغصن من العرب. كان يجب آنذاك أن نحتكم إلى الدولة، لم نحتكم إلى الدولة واحتكمنا. مع الأسف احتكم الشارع إلى شريعة الغاب الثأر بالأمس. اليوم جرى ما جرى، نحتكم إلى الدولة. مع الوزير على ماذا لا توافق بالتحديد؟ على أي نقطة بالتحديد على مسألة؟ تفضل. فقط المقدمة التي تقولون بها هي مقدمة فتنة ولا أوافق. منصات التواصل الاجتماعي ضجت بالردود والتعليقات والتحذيرات. الصحفي اللبناني مصطفى مفيد كتب بوست وقال فيه: ألس شي بس ينتقل حزب الله من نحن الدولة ولا لوين الدولة؟ أما شادي كتب بوست وقال: ما في أبشع من مشهد المسلحين حد الجيش عادي وكأنه ما في شي، ومساقبة بيوم عيده للجيش كمان، عن أي هيبة للدولة وللجيش بعد بدنا نحكي؟ أما عماد فعم يقول: صراحة كنت متردد أنزل على بيروت، بس بأربعة آب وبعد أحداث خلد اليوم صار عندي دافع إضافي وأكيد نازل. المحامي طارق شندب دعا للوقوف لجانب عشائر لبنان وغرد: شرفاء لبنان مدعوون للتضامن وتأييد بيان العشائر العربية في لبنان. ميليشيا حزب الله الإرهابية دأبت على إشعال الفتنة في لبنان وسوريا وقتل الناس والشماتة بهم والتفاخر بذلك، وعلى الدولة الوقوف بوجه الميليشيا الإرهابية. أما أسامة كتب: بأي عين بيطالب حزب الله بتسليم مطلق النار وبينسى أنه هو أساس السلاح الغير شرعي في لبنان، وأنه هو سفك الدماء أولاً، ونحن كعشائر من واجبنا الرد على الاعتداء بعد مرور سنة على الجريمة وبعد عجز الدولة اللبنانية على تسليم المعتدي من قبل حزب الله على ابن عرب خلدة المظلوم. المحامي محمد أبو ريا كتب وقال: أخشى أن يستعمل حزب الله كامل ترسانته في لبنان ضد خصومهم اللبنانيين كما استعمل الأسد كامل ترسانته ضد السوريين.